تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير، حياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. خلال البرنامج إن شاء الله بنتطرق المواضيع الطبية وصحيتكم وتفيدكم، ويسرنا استقبال استفساراتكم مداخلاتكم وكذلك اقتراحاتكم على أرقام التواصل ويانا في البرنامج. قبل ما أذكر بأرقام التواصل، أرحب فريق العمل وياي اليوم في الإعداد نور نزال، في التنسيق مير المري، وفي الإخراج أيمن سرحيل. صباحكم الله بالخير جميعا، ومحدثتكم الدكتورة عاش البسطي. أذكركم برقم التواصل 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله ويانا. طبعا مثل ما تعودنا، أول فقرة من فقراتنا نتطرق للسوشيال ميديا وأقلب ما يدور فيها، ويانا زميلتنا أسماء الجناحي. صباحك الله بالخير أسماء. أسماء، السلام عليكم. عليكم السلام، صباحك الله بالخير. صباحكم الله بالنور سرور دكتور عليك وعلى كل مستمعين إذاعة نور دبي. صباحك نور وسرور يا أسماء. ناخذ دولة في الأشياء اللي صارت في قنوات التواصل الاجتماعي. نحن بس نحب نذكر بخدمات طبيب لكل مواطن. إذا كان عندكم أي استفسار أو أي سؤال طبي تقدرون تتواصلون عن طريق الاتصال 8342، وأن يكون تطبيق هيئة الصحة في تليفونكم. نعم. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحن دائما نعيد ونذكر فيها اللي هي هاي هي رسالة نوجه عناية الجمهور الكريم بضرورة حر الدقة واتباع الإجراءات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة والهيئات الصحية في الدولة. صحيح. وعدم تداول شائعات أو معلومات لم تصدر عن الجهات المعنية الرسمية. دكتور، في بعض الأشخاص الحين بعدنا قاعدة تشوف في القنوات التواصل الاجتماعي إنه ينشرون بعض الإشاعات الخاطئة اللي يعني ما تعرف شو سببها، هل هو يعني يسوون ربكة وهذا كله ما له داعي. فدائما الجهات تتسم بالشفافية وتحط كل المعلومات بشكل دوري ومستمر ومباشر يومياً كذلك وأكثر عن مرة في اليوم. هي فالأفضل إن الإنسان يتواصل مع الجهات الرسمية، مو بس في القطاع الصحي، في أي قطاع كان. يعني إذا في واحد بنرجع بنروح حسابات معلقة في حسابات من قنوات التواصل الاجتماعي وبنشوفهم شو بعدين يقولون. صحيح. فنتمنى إنهم بخصوص فيروس كورونا إنهم يتابعون حساب وزارة الصحة والحسابات الصحية التابعة لدولة الإمارات. ونختمها بالرسالة الصباحية اللي تقول: جودة العمل تكون أكبر وأفضل إذا كان الموظفين سعداء، فأحرص على سعادة فريق عملك واحتفلوا معا بالإنجازات الكبيرة. سعادة الإنسان تنبع من داخله، وأيضا وجود مسؤول فعلا يؤمن بأن السعادة عبارة عن طاقة وقوة كبيرة. صحيح. ودمت بصحة وسعادة. ودمت بصحة وسعادة أسماء جناحي، شكرا لك. بالنسبة لموضوع كذلك السوشيال ميديا والأشياء اللي تدور فيها كذلك، يعني يفضل يعني نفس ما ذكرت زميلتنا أسماء، نختار المكان اللي تكون المعلومات نحن واثقين منها 100% وتكون المعلومات صحيحة، يعني سواء كانت من الوزارات الصحية المعترف فيها في الدولة، يعني وزارة الصحة، هيئة الصحة في دبي، ويعني المعلومات اللي تصدر يعني بشكل يومي وبشكل يمكن أكثر عن مرة في اليوم ويكون لها مصداقية كبيرة. يعني ما نتداول، يفضل ما نتداول أي موضوع يعني يمكن يربكنا أكثر، يخوفنا أكثر، وما له معظم يعني
100% أو 99% ما له أي مصداقية يكون معظم الأحيان، فحتى المعلومة ناخذها من المكان الصحيح. مستمعنا ننتقل لفقرتنا التوعوية، اليوم بنتكلم كذلك عن موضوع جدا مهم، ويمكن يعني أول ما نسير ونشتري هذا المنتج نتكلم عن العصائر وأنواعها نتردد أو ما نعرف مرات عصير مكتوب على العلبة نفسها أو نكتار أو شراب، أشياء كثير بالنسبة للعصائر سواء الطازجة أو المحفوظة، فبنتعرف أكثر وأكثر على هذا الموضوع مع اختصاصية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة لمية مصطفوي. صبحت الله بالخير أستاذة لمية. صباح النور، هلا حكي، حياك الله ويانا في البرنامج. الله يسلمك، الله يعافيك. اليوم الموضوع جدا مهم صراحة، فدائما أول ما نصير نشتري العصائر يعني شوية نقرأ عليها نكتار، نقرأ عليها شراب أو نقرأ عليها عصير، ودائما يمكن اختلاف السكر أو اختلاف المواد المضافة لها أو طريقة استخلاصها، فحابين نتعرف أكثر على هذا الموضوع. إنزين، زي ما قلتي يوم نروح نتشرى العصير تجذب لنا بعض المعلومات اللي عليها. صحيح، مثل ما قلتي يا عليها اسم نكتار يا عليها درينك أو الشراب أو على عصير. نعم. فهاي الأشياء كثيراً فهاي الأشياء وايد قمنا خاصة الفترة الأخيرة نركز عليها، سواء الناس اللي عندها سكر أو كذلك الناس اللي ما عندها أي مشكلة. الناس الحين تعرف أكثر، صحيح، يهتموا الأشياء أكثر، صحيح، لازم احنا من يوم نصير لازم نعرف المستهلك يعرف قبل اختيار نوع العصير وفقا لمحتواه من الفاكهه. ممتاز. من يشتري عصير تفقد اي اهميه فاكهيه اللي يتم استخدامها. نعم، فليس كل عصير عصير 100%. صحيح، مو بكل عصير عصير 100%. إذن الحمد لله رب العالمين أن إحنا في البلاد حكومتنا تلزم الشركات المنتجة للعصائر أنها هي تفصح بالمعلومات عليها، ولازم المعلومة تكون صحيحة 100%. صحيح. يعني في ناس يقولون والله إيش يضمن لك إن هذا عصير مو بنكتار مثلاً، شو يضمن لك إن هذا نكتار مش شراب مثلاً؟ صح. لا، إحنا حكومتنا تلزم الشركة وتتابع من وراها. إنزين. نعم. نافع طائر مكتوب. قولي لي. استمري استاذة لمية. هناك عصائر مكتوب عليها نكتار، مكتوب عليها عصير، وبعضها مكتوب عليها شراب. صحيح. اللي مو بلازم تكون كلها من منتجات مختلفة، قد تكون كلها من نفس المنتج نفسه، نفس الشركة بس فيها فيها نكتار وفيها عصير وفيها شراب. ممتاز. نعم. فهاي الفرق اللي بينهم إن الشراب أو اللي مكتوب مرات عليها درينك أو المشروب مكتوب عليها. نعم. إن العلبة تحتوي على كمية كبيرة من الماء والسكر وتحتوي فقط 10% من محتوى الفاكهة. الشراب أو الدرينك هي ماء وسكر وفقط 10% منها فاكهة، وهذا اختيار سيء، لذلك أنت كأنك تشرب الماء وسكر. صحيح، لأن 90% تقريبا سكر وماء. صحيح، بس كنكهة الفاكهة تعتبر كنكهة إذا انضافت للعصير. صحيح، مثل ما نقولك نضيف لون، اللون حق مثلا الخبزة واللبن. صحيح، فقط لون، هذا بعد فقط نكهة. صحيح. أوكي، كلمة نكتار هي تحتوي على العلبة من الفاكهة 60% منها فاكهة. نعم. الباقي ماء وسكر، يعني أحسن عن الشراب. نعم، عشان المشروب والشراب. نعم. يعني هاي يعني يقولي 50% أوكي 50% لا. نعم. إنزين، يينا لآخر منتج اللي هي منتج اللي هو العصير. صحيح. هذه تحتوي إن عليه 100% من محتوى الفاكهة وخالية من المواد المضافة، الألوان، النكهات، وأقل في السكر والماء، وايد أقل، ويعتبر من أفضل الاختيارات. أفضل عن النكتار وأفضل عن الشراب لأن 100% فاكهة. فاكهة، نعم. بقولك والله زين في أنا أسوي اللي هو الليمونادة والليمون بالنعناع. صحيح، وأضيف له ماء وسكر، يمكن نسبة الفاكهة تكون قليلة. نسبة الفاكهة تكون بس فيها فاكهة، وفي يعني أم بتسوي أنتي مثلًا نعناع وليمون. صحيح. الاثنين حمضي. صحيح. أنتي بتضيفين عليه شوية سكر عشان تزيدينها، هاي بتكون أصلًا نكتار ما بتكون شراب. صحيح. وهي صحي وما في مشاكل. صحيح. ويدخل سنة فترة طويلة. صحيح.
بس يوم بتسوين انت تبين تبين عصير عادي، مثلا عصير البرتقال، عصير التفاح، عصير الرمان، المانجا، اصلا بتكون المانجا خاصه تيجي نكتار، ما تيجي عصير المانجا، صحيح. ما تيجي عصير، نادر ما تحصلين مانجا عصير. فهذا افضل انك انت تعصرينها في البيت وتكون طازجه، بس هذه ما تتجاوز مده حفظها 24 ساعه صحيح، لأن التغير. لا تتغير. أستاذة لميا، كلمة أخيرة توجهينها للمستمعين خلال البرنامج. بقول لك انا بس شيء واحد، احنا نعم اكثر شيء نركز في اليهال، انا خاصه اليهال يشربون العصاير، نعم فنحاول قد ما نقدر يوم نروح نتشرى لهم. صح، بقول لك الياهل والله انا مو زين، تعال انت معي اتنقل اللي انت تبغاه، بس انا اللي بختار الشركه، انا هذا صحيح. اسويها في عيالي، تعالي انت معي بصير بتنقل اللي انت شو تبين، اي فاز اي واحد يعجبك اختاري، بس انا بختار الشركه. صحيح، يعني النكهة المعينة اللي يفضلها الطفل كذلك. طبعا يعني وايد يهال يحبون الملك، وايد يهال يحبون الربيع، ليش؟ لانه صحيح هي شراب، لانه صحيح. ماي سكر. هو تعرفين بعد كذلك نكهة الفاكهة كيف تكون في المنتج نفسه، فهاي تأثر كذلك. فشكرا على هذه المعلومة أستاذ لميا مصطفوي، وخاصة ذكرتينا النصيحة الأخيرة بالنسبة للأطفال، نركز على الشيء أو النكهة اللي يحبونه، وكذلك بس نحن نختار لهم النوع اللي أفضل. ياخذونه اللي يكون أفضل لجسمهم كذلك. الأستاذة أخصائية التغذية في الصحة بدبي الأستاذة لميا مصطفوي، شكرا لك. صحة وسعادة. مستمعينا الاعزاء، رجعنا لكم مره ثانيه في برنامج صحه وسعاده. اذكركم برقم التواصل 6005514114 وعلى رسائل النصيه 4006. حياكم الله ويانا. ننتقل لفقرتنا لليوم، فقرة الثانيه. اليوم بنتكلم عن الحديث عن اعماد مستشفيات ومراكز الهيئه كمنشات صديقه للطفوله. اي منشاه طبيه شيء أساسي تكون معتمدة من هيئات تكون عالمية، وخاصة إذا كانت هيئات مثل هيئة منظمة الأمم المتحدة للطفولة. هذا يعطي المركز الصحي أو يعطي حتى الرعاية الصحية هذه يعني مصداقية أكثر، ويعطيها كذلك ثقة أكثر للأشياء اللي تقدمها للمتعاملين معها. بنتكلم أكثر عن هذا الموضوع مع الدكتورة فاطمة العلماء، استشاري ورئيس وحدة الطفولة بهيئة الصحة بدبي. صباحك الله بالخير دكتورة فاطمة. مرحبا. حيات الله ويانا في البرنامج. دكتورة، حابين نتعرف عن المستشفيات والمراكز الهيئة اللي تم اعتمادها من قبل منظمة الأمم المتحدة الطفولة اليونسف كمنشآت صديقة للطفولة. مثل ما تفضلتي، مبادرة مستشفيات صديقة الطفل أطلقتها منظمة الصحة العالمية واليونيسيف عام 1991. نعم. زين، هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود العالمية لحماية وتعزيز الرضاعة الطبيعية، لأن اكتشفوا وايد أمهات من قبل فترة، يمكن ثلاث عقود من الزمن، أمهات كانوا ما يرضعن عيالهم، وايد ينتشر الأمراض وهالأشياء. فمنظمة الصحة العالمية واليونيسيف درسوا الموضوع وشافوا إن هال يعني سبحان الله الرضاعة الطبيعية أحسن شيء للأم والطفل. صحيح. فليش؟ عشان شيء هالمنشآت عشان تحصل على لقب صديق للطفل لازم يكون عندها خطوات معينة، لازم عندها بوليسي، يعني أشياء سياسة معتمدة. والهدف هي شو يعني لما يروحون المستشفى أو العيادة تسعى إن تكون صديق للطفل. الهدف إن يكون بيئة داعمة ومساندة للأمهات للبدء بالرضاعة الطبيعية، وبعدين تشجيع الأمهات إن ترضع بطفلها الرضاعة الطبيعية المطلقة لمدة 6 أشهر الأولى من عمر الطفل، والاستمرار في الرضاعة الطبيعية مع تغذية إدخال تغذية تكميلة لمدة 2. اكتشفوا إن هالوايد الرضاعة الطبيعية المطلقة أول 6 شهور للطفل وايد مهم للنمو مخ الطفل، لجسم الطفل، صحة الطفل، مناعة الطفل. والأمهات ما عندهم دراية لهالأشياء، يشوفون إن في حليب بدائل موجود متوفر في السوق، جمعيات، صيدليات، يتحسبون هو الشيء. بالحقيقة إحنا بعد ما الحين لله الحمد عندنا في الإمارات أكثر من 20 مستشفى
حصل على لقب صديق للطفل، ما شاء الله، وما يقارب 50 عيادة ولله الحمد. طبعا الحمد لله، هيئة الصحة دبي جهة يعني احنا نفتخر فيها ان كل مستشفياتها كل عياداتها حصلوا على لقب صديق للطفل ولله الحمد. الحمد لله، والاستدامة ما شاء الله يعني تقييمهم كل 3 سنوات في تقييم ومحافظين على هاللقب ولله الحمد. يعني يكون كل 3 سنوات مثل إعادة للتقييم نفسه، يعني مو بأن تقييم مرة واحدة و... لا طبعا عشان يتأكدون ان الاستدامة، عشان يتأكدون ان هالخطوة اشياء ماشية، ممتاز، الرضاعة كيف، هل في الازدياد، وكيف وعي الأمهات. أحلى شيء في هالمبادرة في هاللعب يعني لقب صديق الطفل، نعم، اللي مو بس يشوفون الموظفين والهاي، يشوفون الأمهات، صحيح، يقابلون كل أم، يشوفون كيف توعية الأم بالرضاعة الطبيعية، هل هي عندها فكرة شو تعرف ترضى عن إقناع ولا شو، يعني وايد حلو طريقة تقييم هال، صحيح، وكذلك يقيم معلومات الأم، يعني إذا المعلومة صحيح فهمتها، المعلومة صحيحة اللي عندها أو لا، صحيح صحيح، ويعني يتأكدون 100% أن الأم عندها معلومة صحيحة، أن مثلا في أمهات يتحسبون الرضاعة كأي تغذية، كأي غذاء للطفل، ما يعرفون شو وراء هالرضاعة اللي الله سبحانه وتعالى جعل في صدر الأم، صحيح، ما يعرفون يتحسبون شو يقول لجن مثلا، إحنا نعطي أهم شيء الطفل يأكل يشرب حليب وحليب كلهم حليب، بس الحين ده عندنا جيل ما شاء الله واعي، يعرف صحيح، حليب الأم وايد له دور في ذكاء الطفل، في قوة الأطفال، في صحة، في مناعة، ما يتخلون عن شغلهم اللي رضاعة طبيعية. صحيح، وحتى إضافة لهذه النقطة دكتورة، يمكن شركات الأدوية أو شركات قصدي الحليب الصناعي أو الحليب الصناعي مرات تربط أن إضافة فيتامينات، إضافة أشياء لتشجيع الأمهات أن تأخذ المنتج نفسه أو الحليب نفسه، بس نقطة ذكرتيها وجدا مهمة أن الفوائد اللي في حليب الأم يمكن لا تعد ولا تحصى، يعني مقارنة بأي حليب ثاني. الحين ممنوع ان شركات الحليب يحطون، لان زمان كانوا يغشون الامهات يكتبون على العلبه فور بيتر اي كيو، يعني لرفع معدل الدفاع عند الطفل اضفنا هالماده اللي موجود في حليب الام، وفي الحقيقه اذا انت كنا انا مثلا اقابلها مثلا تجيبها الماده مو افيلبل، يعني مو متوفر اصلا. الحين ممنوع يعني عالميا يكتبون على اي علبه من حليب الاطفال ان اضفنا هالاشياء، لان كذا كذب. وسبحان الله دكتورة، يعني هو دار ويعطون للطفل، ما في أي شيء مميزات، صحيح، وسبحان الله كل فئة أو كل عمر يحتاج لشيء معين، يعني يمكن يعني يعتمدون أن الحديد غير متوفر بكمية كبيرة بنضيف للحديد، يعني جسمه ما يتحمل كميات كبيرة يمكن من هذا المنتج، سبحان يعني الله. سبحان الله، يعني على الشيء الطبيعي اللي الله وفراه يعني لجسم كل أم. تدرين في حليب الأم كمية الحديد صح قليل، بس الحديد هذا سهل الإزفاف، صح، سبحانك، الحليب اللي حاطين في حليب صناعي الطفل دائما عنده امساك، عنده غازات لأنه ما يعرف يمتص، امتصاص عند الطفل ما يكون، بس اللي موجود في حليب الأم وايد زين، سهل الامتصاص، يستفيد منه الطفل حتى لو كمية قليلة، يعني حتى النوع، لأن دائما تينا هاي التساؤلات، أو يعني أن الحليب يكون متوفر فيه صناعي متوفر فيه الحديد، حليب الأم نحن عارفين أن الكمية قليلة، بس نفس النقطة اللي ذكرتيها نوعية الحديد كذلك اللي موجودة فيه تختلف اختلاف كبير. صحيح صحيح دكتورة، نرجع لموضوعنا بخصوص الاعتماد، كيف يتم الحصول على هذه الاعتمادات؟ طبعا هذا يحتاج لشغل كم سنة عشان واحد مثلا ترتبين المنشأة الصحية، مثلا أي مركز أو أي مستشفى، نعم، يحتاجون تدريب، الله ينعم عليك، كان تدريب للعاملين كلهم كافة، يعني الدكتور اللي يتعامل مع الطفل له ساعات معتمدة أكثر، مثلا 20 ساعة لازم ياخذ تدريب، اللي مثلا الصيدلاني والمختبر أو العاملين المساعد هذين يحتاجون أقل، فيعني لازم يكون تدريب بشكل كامل على كل الطاقم، يعني مو فقط الأطباء أو التمريض، كل الطاقم المركز الصحي، كل طاقم، والأم الحامل من أول الحمل لازم يقابلون، يعني كل زيارتي تدخل على استشارية الرضاعة الطبيعية أو الأخصائية اللي لها يعني عندها موضوع الرضاعة، تعرف إحنا عندنا في الصحة ناس هم مثقفين صحيين بس عندهم شهادة في الرضاعة الطبيعية، ممتاز، فيجلسون مع الأم وايد زين، عندهم كل الأسئلة الأم بعدها أي شيء، وبعدين أحلى شيء يهيئون الأم، يعني إذا الأم ما تهيئت من بداية الحمل بسهولة بعد الولادة تشوف حد يعطونها في المستشفى أو أي مكان ترضع، بس إذا هي يعني أعطيناها ثقة
ان حليبها وايد زين، حليبها يكفي، حليبهم محتاج الاشياء المحجة. صحيح. فتدين الامهات هاي يعني خطوه من خطوات الانجاح المستشفى، وهذا يعطيها تعرفين يعني كذلك تشجيع دكتور، يعني خاصه اذا كان صحيح. اول طفل اول مره ترضع، يعني يعطيها تشجيع اكثر انها تستمر. يعني هم لما يوني مو بس يشوفون المبنى، يشوفون الامهات، يشوفون الموظفين، كم معلومه اللي عندهم عن الرضاعه الطبيعيه، يشوفون احصائيات كيف الزياده فيه، وهل فعلا ساعات تعرفين هم المقيمين يعني وايد وايد يدققون عشان يتاكدون ليش هم كل هدفهم يعني يكون عندنا بيئه صحيه وامنه وصديقه للطفل بمعنى كلمه. صحيح. يعني مو بس شيء. التحضيرات تكون الفترات طويله، وهذا يعكس اهميه صحيح. ويعكس أهمية هذا الإنجاز دكتورة، فشو أهميته بالنسبة لأي منشأة صحية؟ أول شيء تدريب مكثف في الإطار النظري والعملي من أجل تطبيق المعايير، فهم سياسة الرضاعة الطبيعية، فوائد الرضاعة الطبيعية، وعدم الترويج الحليب الصناعي وايد مهم. بعدين في تنظيم تدريب خاص للعاملين غير السريريين مثل الصيدلانيين، عاملين المختبر، الحرس، حتى يسألون السكيورتي. صحيح. وبعدين الاهميه مثل ما تفضلتي سالتي فوائد زياده كثيره جمه للام والطفل على حد سواء، وبالتالي يؤدي الى زياده ثقه لان الام تربي في المستشفى يكون صديق للطفل تحب ترد لهم لان تعرف ان هذول علموه صح. صحيح. يعني دربوه على اشياء صح، واذا عندها اي مشكله ساعات ام عقب الرضاعه عقب الولاده عفوا عندها تواجه مشاكل مع الرضاعه، فتقدر فيه من ضمن الحصول اللقب لهاي انه يكون عندهم مباشر متاح متوفر 24 ساعه لاي ام تقدر تتصل وتاخذ استشاره الرضاعه الطبيعيه. ممتاز. فالام لما تعرف كل هالاشياء متوفر اكيد ما ترجع لاي حد غير الا السيادات اللي عندهم اعتماد. صحيح. وهذا يخلي العلاقه كذلك بين الام والمركز جدا قويه. صحيح. والتواصل ويشجعها أكثر أنها تستمر حتى في الرضاعة الطبيعية للسنتين الكاملات. نحن عندنا مهادي من أول الحمل يتابعون، يحبون مساكن يعني يتألون يستشيرون يروحون يردون نفس المكان بدل ما يروحون أي مكان ثاني وحد كل شيء يقدم شيء غير. صحيح. دكتورة فاطمة، كلمة أخيرة بتشينا نستمعين خلال البرنامج. الحليب الأم كنز، الله سبحانه وتعالى أودعه في صدر الأم. الأم لما تعطي يعني تعطي حليب للطفل مو بس تغذية، تعطي حنان. أنا دوم أقول للأم صح إذا أنت تتعبين طول الليل تمشين ترضعين الطفل، بس هالعلاقة يعني تتكون بين أم والطفل، هالعلاقة بتكون الأبدية. صحيح. العلاقة بتكون موجودة لما أم تكبر، دائما تشوفين الأم اللي رضعت محمد يوم تكبر كل عيالها حوالينها، حتى مهاتنا اللي مثلا ما درت زمان أجدادنا لأنهم رضعوا الطفل، وبعدين الطفل اللي ترب من قدر الأم سبحان الله نفسيا تكون سوية، ثقة الطفل تكون وايد عالية جدا مقارنة بالأطفال اللي ما خذوا حليب الأم. سبحان الله. أنا أتمنى كل أم هالهدية اللي كانت الله سبحانه وتعالى تعطي لطفلها ما تبخل على طفلها، ومثل ما في القرآن مكتوب من قرون 15 قبل، فليش إحنا نبدل هالشيء؟ صحيح. الأم لو فعلا لأمهاتنا ولله الحمد المثقفات لو يعرفون قيمة هالحليب اللي الله أعطاه، هو أول تطعيم للطفل، أول هدية الأم تعطي، سبحان الله. يعني ما أقدر وأبي أقول لك ما فوائد هالحليب اللي الله سبحانه وتعالى حتى ما أبقى في يوم من الكلام. سبحان الله. أنا أصح لكل أم اللي ما يعني ما تدخل على طفلها الحليب الغذاء الجيد يا طفل، سبحان الله يتغير من يوم لآخر. يعني الطفل الحديث في ولادة مكونات الحليب غير، طفل لما يكون عمره يوم غير، يومين غير، شهر غير، سنتين غير، يعني ما في ولا شركة تقدر تسوي هالشيء. صحيح. هو نفس ما قلتي مو فقط تغذية، هذه علاقة وطيدة بين الأم وطفلها، يعني هذه جدا يعني حتى ما يقدر الواحد يوصفها كيف. نشكر دكتورة فاطمة العلم استشاري ورئيس وحدة الطفولة بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك ونتمنى لكم كل التوفيق. الله يعطيك العافية. شكرا. الله يعافيك دكتورة. مستمعينا كان هذه فقرتنا عن الحديث عن اعتماد مستشفيات ومراكز الهيئة كمنشآت صديقة للطفولة. طالعين فاصل إن شاء الله وراجعين لكم مع فقرة ثانية، خلكم ويانا. صحة وسعادة.
مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 600551414 وعلى رسائل النصية 4006. حياكم الله ويانا. فقرتنا الحين بنتكلم عن مشروع مميز جدا، اللي هو مشروع البيت الأخضر، وبيحدثنا أكثر عن هذا المشروع الأستاذ يوسف محمد آل علي، مدير إدارة سلامة وصحة البيئة المؤسسية في هيئة الصحة في دبي. صباحك الله بالخير أستاذ يوسف. صباحك الله بالنور والسعادة. حياك الله ويانا في البرنامج. يا مرحبا. في البداية أشكركم على الاستضافة وأشكر مستمعيكم لتحتي هذه الفرصة إن شاء الله نتكلم عن مشروع البيت الأخضر. صراحة المشروع مميز، وحابين نتعرف أكثر عنك منك عن هذا المشروع. نعم. في البداية هيئة الصحة في دبي لها منهجية واضحة ومعتمدة للتنمية المستدامة. نعم. لركائزها الثلاثة اللي هي الاقتصاد والمجتمع والبيئة. وحيث انفتت إدارة السلامة وصحة البيئة المؤسسية مشروع البيت الأخضر. المشروع عبارة عن زيادة الرقعة الخضراء في المنشآت الصحية التابعة لهيئة الصحة بدبي، حيث قمنا بزراعة أو استغلال المساحات على أسطح المباني في العيادات والمراكز الصحية، منها عيادة المزهر وعيادة ند الحمر وعيادة البرشة، وعلى أن يستكمل إنشاء البيوت هذه في باقي المراكز الصحية وأيضا في المستشفيات وأيضا في مباني سكنات الموظفين. ممتاز. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية عندنا بنحط يعني مرحلة نشر ثقافة التنمية المستدامة بين الموظفين وأبنائهم وطلاب المدارس والجامعات وأيضا أفراد المجتمع. المرحلة الثالثة راح إن شاء الله ربط هذا المشروع ببرنامج التطوع للموظفين هيئة الصحة وأبنائهم بحيث نضمن استدامة هذا المشروع. ممتاز. وهالشيء جميل كذلك أن دمج الموظفين كذلك في هذه المشاريع. نعم. ويعني خلنا نقولها أن مشروع ويجذب كذلك اسمه، يعني مشروع البيت الأخضر واستغلال مساحات كبيرة في الأماكن اللي تقريبا هالمساحات يعني غير يعني الشخص نفسه أو الهيئة نفسها مو مستفيدة منها كذلك. هي يعني مثل ثقافة، يعني اليوم إحنا نبغي الناس تنظر إلى أن ثقافة أن اليوم لابد أن أزرع في بيتي واستغل المساحات اللي صحيح. أنا ممكن أستخدمها، بالتالي أضمن التغذية الصحية لأفراد أسرتي. فهي نوع من الثقافة نبي ننشرها بين الموظفين، ننشرها بين الطلاب وأفراد المجتمع. صحيح. خاصة أني أهداف كثيرة يعني تحققها هاي المشروع، وخاصة أنه يعني حتى الشخص وهو يزرع ينمي هواية جديدة سواء له سواء العيالة في البيت، يعني ويجتمعون كلهم على نفس الهواية أو على نفس الاهتمام كذلك. صحيح. صحيح. أستاذ محمد يوسف، حابين نتكلم أكثر عن أهداف هذا المشروع. مثل ما تفضل في البداية أن زيادة الرقعة الخضراء في المنشآت التابعة لهيئة الصحة. نعم. بالتالي احنا نركز أن هذه المنشآت تكون صحية من خلال رفع جودة الهواء وخفض الانبعاثات الكربونية وزيادة نسبة الأكسجين وتقليل نسبة ثاني أكسيد الكربون. المشروع هذا بعد قللنا فيها استهلاك المياه والكهرباء بشكل اقتصادي ومستدام. يعني المشروع لما سويناه بحيث أنه ما فيها مكاين تبريد أو مضخات لضخ المياه. نعم. فبالتالي ما في استهلاك للكهرباء، وأيضا نسبة المياه المستقلة من خلال المشروع هذا قد يعني يكون 5% بما يوازي الزراعة العادية اللي في البيوت. هذا كله يؤدي خفض درجات الحرارة ويرفع عندي وعي الموظفين وأفراد المجتمع للتغذية الصحية من خلال الانتاج الزراعي والمحافظة على البيئة. صحيح. وسوينا شيء بعد زيادة على هذا، أن احنا ربطنا سعادة الموظفين وتحفيزهم ببرنامج قطف الحقول في نهاية الموسم، بحيث إذا كان في المركز موظف متميز. نعم. أو عدة موظفين متميزين، لما يجي وقت القطف المحصول نعطيهم يعني نوع من التحفيز أنهم يقطفونه ويكون عندهم شيء من المحصول مودينا بيوتهم من خلال هذا المشروع.
ممتاز، وخاصة أن هذا المنتج يعني طلع من الهيئة اللي يعمل فيها شخص وعارف بالضبط يعني شو الأشياء اللي انضافت لهذه التربة وخلال كذلك هذه الفترة اللي انزرع فيها لين نهاية حصاد هذا المنتج. صحيح. بالنسبة أستاذ يوسف، نرجع لأهمية هذا المشروع كذلك بغض النظر عن أهدافه. نعم، أهمية المشروع دائما احنا طبعا حطينا ان تحقق اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، اللي هي الاهداف ال 17 هدف. نعم. الهدف الثالث اللي هي الصحة الجيدة والرفاه، والهدف التاسع الصناعة والابتكار والهيئات الأساسية، والهدف الحادي عشر مدن ومجتمعات محلية مستدامة، والهدف الثاني عشر الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، الهدف السابع عشر شراكات لتحقيق الأهداف من خلال شراكتنا مع الشركات وأيضا الجامعات. في من الأهداف أيضا تحقق استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، وأيضا رؤية الإمارات 2071 ورؤية دبي 2030 وأيضا خطة دبي 2021. فكل الخطط هذه والرؤى شفناها وربطناها بالمشروع بحيث أنها تخدم نتائج المشروع، تخدم في تقاريرنا لما نرفعها تقارير جي ار اي عن الهيئة. ممتاز، وهذا بيضيف الكثير الكثير يعني حتى للموظف اللي موجود في الهيئة. نعم، الثقافة المؤسسية والثقافة الموظف في موضوع الاستدامة نحتاج أن احنا نوصلها بعده طرق، فمن ضمن هذه الطرق المشاريع هذه اللي نسويها والزيارات اللي بتكون للمشروع إن شاء الله. ممتاز. طبعا المرحلة الحين اللي طبقت من المشروع بتكون أي مرحلة؟ حاليا احنا في المرحلة الأولى، هي مرحلة إنشاء البيوت. نعم. المرحلة الثانية مثل ما قلنا لك راح يكون إن شاء الله مرحلة نشر الثقافة، وبعد ذلك بيكون مرحلة ربط المشروع ببرامج التطوع. ممتاز ممتاز، وهذه تعطي يعني يعني سعادة وكذلك للموظفين اللي موجودين في الهيئة أن يشوفون نفس الشيء، وكذلك نشر ثقافة الزراعة ونشر كذلك ثقافة البيئة الخضراء أن نزيدها في خلال يعني المجتمع اللي نحن عايشين فيه كذلك. صحيح. نعم. صحيح. أستاذ يوسف، كلمة أخيرة توجهها لمستمعينا خلال البرنامج. الكلمة اللي بقينا نوصلها أن هيئة الصحة في دبي عندها برامج كثيرة وتصب في التنمية المستدامة، ومنها أيضا مشاريع مستقبلية احنا شغالين عليها إن شاء الله، بتكون قريبا راح أكون وياكم على البرنامج حتى نعرض هذه المشاريع إن شاء الله. إن شاء الله، نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله. الله يبارك إن شاء الله. أستاذ يوسف محمد آل علي، مدير إدارة سلامة وصحة البيئة المؤسسية في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك. شكرا. مستمعينا، كانت هذه فقرتنا عن إطلاق مشروع البيت الأخضر، طبعا الحين في المرحلة الأولى واللي تكون يعني وإن شاء الله لها مراحل ثانية مثل ما حدثنا الأستاذ يوسف، تكون المرحلة الأولى والثانية والثالثة كذلك، وهي مشروع البيت الأخضر. ننتقل لفقرتنا الحين وبنتحدث عن دراستنا. دراسة اليوم شوية يمكن من عنوانها شوي غريب، المنازل النظيفة جدا تهدد الأطفال بمرض التهابي مزمن وشائع. كشفت نتائج دراسة حديثة أن منتجات التنظيف المنزلية يمكن ربطها بالإصابة بالربو في مرحلة الطفولة، ووجدت الدراسة التي شملت 2000 طفل من حديثي الولادة أن الذي استخدم آبائهم بشكل متكرر أشياء مثل منظفات الصحون ومساحيق غسيل الملابس ومنتجات تنظيف الأسطح يزيد احتمال إصابتهم بالربو بنسبة 37%، وذلك عند بلوغهم سن الثالثة. ويعتقد أن مواد التنظيف الكيميائية قد تلحق الضرر ببطنة الشعب الهوائية عند الأطفال في حالة تعرضهم لهذه المنتجات بشكل متكرر،
وهذا يمكن أن يؤدي إلى استجابة التهابية مفرطة من الجهاز التنفسي، يعني يتحسسون أكثر خلال هذه الفترة. وبعد سنوات من التحذير من تلوث الهواء الخارجي الناتج عن حركة المرور وانبعاث المصانع وانبعاثات المصانع، يشعر الخبراء بقلق متزايد إزاء مخاطر التلوث الداخلي. وخلال الدراسة التي قادها علماء كنديون بجامعة سيمون فريزر في فرانكفورت، شاركت 2022 أسرة ممن لديهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم 4 أشهر في استبيان حول عدد المرات التي استخدموا فيها قائمة تضم 26 منتج أو منتجين مثل المبيضات، المنظفات والمواد الملمعة. وكانت مساحيق الغسيل هي الأكثر استخداماً بنسبة 90% يومياً، فيما وقع استخدام المنظفات الأخرى مرة واحدة على الأقل في الأسبوع لدى معظم العائلات. وتتبع العلماء الأطفال لمدة 3 سنين، يعني من 4 شهور كانت أعمارهم، وهم 2022 عائلة، يعني مو بعائلة أو اثنين، يعني العدد كبير. واتبعوا الأطفال مدة 3 سنوات، يعني من عمر 4 شهور لعمر يعني لما كمل 3 سنين، وأجروا لهم اختبارات سنوية، ووجدوا أن ربع الأطفال الذين كانت عائلاتهم تستخدم بشكل أعلى ومتكرر منتجات التنظيف هم الأكثر عرضة للإصابة بالربو. وبحلول 3 سنوات كان هؤلاء الأطفال أكثر عرضة بنسبة 37% للإصابة بالربو، و 35% أكثر عرضة للإصابة بالتهاب متكرر مقارنة بربع العائلات التي لديها استخدام أقل لمنتجات التنظيف. وأشار الفريق إلى أن منتجات التنظيف المعطرة والتي ترش عادة كانت مرتبطة بأعلى المخاطر. وحذر البروفيسور تيم تاكارو قائد الدراسة من أنه حتى المنتجات التي تحمل علامة صديقة للبيئة أو المنتجات الخطرة قد تحتوي على مواد ضارة، حيث أن هذه الادعاءات غير خاضعة للتنظيم إلى حد كبير. نرجع لنفس الدراسة، يمكن ناس وايدة أو كثيرة تستفسر، يعني ما ننظف بيوتنا بهالمنتجات؟ ما ننظف بيوتنا نحتاجها؟ صحيح نحن نحتاجها، ويمكن في عائلات تضطر تحتاجها أكثر عن مرة في اليوم مع التنظيف، مع يعني خاصة إذا كانوا أطفال في البيت يحتاج يتنظف، يحتاج يتلمع. أنا وياكم في هذه النقطة، بس نركز على شيء واللي هو شيء مهم. معظم هذه المنتجات تكون لها ريحة قوية، ونحن طبعا نفضل الروائح القوية على أساس أنها تنظف أكثر، على أساس تعقيم أكثر. هذا الشيء خاطئ كذلك، مو بأي منتج ريحته قوية أو منتج عليه دعاية كبيرة يكون منتج صحيح 100%. نركز، نظفنا، خلصنا التهوية، لازم البيت يتهوى، أو أنا أنظف البيت يتهوى كامل، وعدم وجود الأطفال في المكان اللي أنا قاعد أنظف فيه، سواء أنظف بمنتج أو أنظف يعني بس أن الواحد يزيل قبار أو كذلك أنه يمسح، لأن نحتاج نمسح كذلك حساس القبار اللي تكون في البيت أو القبار اللي تكون على الأسطح تنزال، لأن بدون مسح ما بقدر أزيل هذه القبار الموجود. أستخدمها مرة واحدة في اليوم، المرة الثانية أستخدم الماء الوحدة، إذا اضطريت أستخدمها أكثر عن مرة أو حتى لو مرة في اليوم التهوية التهوية. بعد ما أمسح بها أمسح مرة ثانية بالماء على الأقل أتأكد هي عقمت خلاص، نظفت خلاص، لمعت خلاص، على الأقل أتأكد أن حتى نسبتها على الأسطح تكون أقل، لأن الطفل يمشي على هذا السطح يدق يده على هالسطح ويرد يأكل أو يرد يلعب يحط يده في حلج مرة ثانية، فهذه كأنها تنتقل كذلك للطفل يحط يده على أنفه فيروح الريحة أكثر. نحن دائما نحب الأشياء اللي تكون معطرة فيها ريحة العطر قوية على أساس أنها بتزيد يزيد من عطر البيت، صحيح، بس في نفس الوقت أفتح النوافذ أخلي تهوية كاملة في البيت. التهيج مرات يكون حتى منها، الناس تلاحظون اللي عندهم أطفالهم ربو أو حتى اللي عندهم زكام، أول ما يعني أنا مضطرة أنظف البيت، يعني ما أنظف لا أنظف، بس في نفس الوقت الطفل أو الشخص اللي عنده أزمة ربو أو الطفل ما يكون في المكان اللي أنظف فيه، أبعده في مكان ثاني وأخلي تهوية في المكان وأنا أنظف وأنا أستخدم هذه المساحيق. مساحيق مرات البيت كذلك عندي التهوية، بالنسبة لي الملابس كذلك، في مرات ريحة صابون بعدها تكون في الملبس ملابس الطفل نفسه،
هذه بعد كذلك يعني خاصة الأطفال اللي عندهم ربو أو الأطفال اللي يعني في العائلة عندها نسبة ربو أكثر، فهيلا معرضين أنهم يصابون بالربو كذلك. فهذيل قد ما نقدر الصابون، صابون الملابس يكون خفيف، صابون الملابس بعد ما أغسل الملابس أكثر عن مرة أغسلها بالماء أساس إزالة يعني معظم الصابون اللي موجود في هذه الملابس، وكذلك إزالة رائحته. يعني تكون يعني قد ما أقدر أنظف، سواء يعني أغسل بالماء بعد استخدام الصابون. في ناس يمكن تستخدمه بسرعة وتغسله بسرعة خلاص، بس لا، يعني حتى جسم الطفل يتأثر، مو بس نفسه، جسمه وكذلك نفسه. وهاي معلومات جدا مهمة، ويمكن أشياء بسيطة أسويها. صح التعقيم مهم، المنتجات اللي نستخدمها في تنظيف البيت وتعقيمه جدا مهمة، ولا حد فينا يقدر يستغنى عنها، بس نركز على أشياء معينة نحتاجها عشان نقي نفسنا كذلك ونحن نستخدمه. نفس ما قلت لكم التهوية، مو بأني أركز على منتجات ريحتها قوية، في منتجات صراحة ريحة يعني توصل لقرفة الثانية وكذي، يعني نطمن أن تنظف البيت، لا طبعا. أستخدمها، أستخدم المقاييس المحددة لتخفيف هذه المادة، ما أستخدمها وهي بثقلها كامل بدون إضافة الماء إلها، في نسب معينة لازم أستخدمها، مو بأني أنا أستخدمها بكميات كبيرة وتركيز عالي أن إلها قوة أكثر. صح إلها قوة أكثر، بس بعد كذلك تأثيرها على جسمي، تأثيرها على جسمي دي في البيت وحتى على صحتهم. فنفس ما قلت لكم أهم شيء تهوية البيت أساس الروائح. يعني المشكلة من هذه المنتجات روائحها وتعرض الأطفال لها، الطفل يوم أنا أستخدمها ما يكون موجود في نفس المكان، وكذلك نفس الشيء لي بالنسبة للصابون اللي نستخدمه لغسل الملابس، كذلك نتأكد أن خلو الملابس من هذا الصابون بغسله بالماء، بتكرار غسله بالماء، حتى الريحة مو بشرط أن الريحة تكون قوية يعني على أساس أن بتكون الملابس نظيفة، لا عادي، يعني أهم شيء صحة الأطفال وصحتها كذلك. مستمعينا كانت هذه هي فقراتنا لليوم، نلقاكم إن شاء الله باكر على نفس التوقيت 10 الصبح. أشكر فريق العمل وياي اليوم في الإعداد نور نزال، في التنسيق ميرا المري، وفي الإخراج أيمن سرحيل. شكرا لكم جميعا ويعطيكم ألف عافية، ومحدثتكم الدكتورة عاشة البسطي. إن شاء الله نلقاكم باكر ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.